تعترض عائشة امتياز الطالبة الهندية المسلمة على قرار كليتها طرد المحجبات، وتعتبره قرارا مهينا سيرغمها على الاختيار بين الدين والتعليم. الطالبة البالغة من العمر 21 عاما والتي تسكن حي أدوب بولاية كرناتاكا بجنوب البلاد، حيث بدأت احتجاجات على حظر الحجاب، تقول إن الإهانة التي شعرت بها حين أمرها مسؤول الكلية بمغادرة قاعة الدرس لأنها محجبة هزت وجدانها، وأضافت أن عقيدتها تواجه تشكيكا وإهانة من قبل مكان كانت تعتبره صرحا تعليميا. ودرست عائشة لخمس سنوات في كلية مهاتما غاندي التذكارية، وتابعت قائلة إن عددا من المسلمات اللاتي عارضن الحظر تلقين مكالمات تهديد ويخشين الخروج من المنزل. إلا أن عائشة وست مسلمات أخريات يقولن إنهن عاقدات العزم على الدفاع عن حريتهن الدينية في وجه بعض الطلاب الهندوس المتشددين، ومن بينهم أصدقاء لهن. وقالت إنه من المؤلم حقا أن ينقلب عليها أصدقاؤها وأن يقولوا إنهم لا يتقبلون حجابها، مؤكدة أن هذا يؤثر على صحتها النفسية. وحي أدوب واحد من ثلاثة أحياء بالمنطقة الساحلية ذات الحساسيات الدينية في ولاية كرناتاكا، أحد معاقل حزب بهاراتيا جاناتا اليميني الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وزادت المواجهة من مشاعر الخوف والغضب بين الأقلية المسلمة التي تقول إن دستور البلاد يمنحها حرية ارتداء ما تريد، وتصاعدت الاحتجاجات على الحظر، وشارك المئات هذا الشهر في مظاهرات في مدينتي كولكاتا وتشيناي. وفي الأسبوع الماضي أحال قاض بالمحكمة العليا في الولاية طلبات طعن في قرار الحظر إلى لجنة أكبر، وتلقى القضية متابعة دولية باعتبارها اختبارا للحرية الدينية التي يكفلها الدستور الهندي.